لفترة طويلة محملتها. أنا بالعادة أقلمهم، لما تقلموهم يطلع لهم أغصان ثانية جديدة، فلا تخافوا من أنكم تكسكسوها. فالحين راح أقصها. لما تكسكسوها أنتم المستفيدين، راح تحصلوا نبتة ثانية جديدة، والنبتة نفسها راح تطلع أغصان ثانية مختلفة زي كذا. عندي هذه راح أقصها من هنا، وكذا حيصير عندي 5 شتلات. الحين بوريكم كيف. علشان تنجح عملية التجذير، اختاروا جذر يكون واضح وسليم. عندي كوب مويه حلوة، الحين راح أبدأ قصهم. قصيت من النوعين. راح أخلي هذه احتياط، يمكن تطلع لجذر. هذه راح أخليها زي ما هي. طلعت بهذه المجموعة، راح أحطهم بالموية وأغير عليهم الموية كل 3 أيام. وهذه هي تقريبا بعد 3 شهور ونص. جذورها ما شاء الله تبارك الله نظيفة وحلوة. جيبوا أي أصيص أنتوا تحبوه. أنا هذا الأصيص ما كان فيه فتحات، بس أنا اللي صنعت له فتحات. تقريبا حطيت 1.5 إنش تربة عشان أعرف أثبت فيها النباتات، وبعدين أرجع أغطيها بتربة مرة ثانية. لو فاكرين في بداية الفيديو قلت لكم إني قصيت نوعين من البوتس، الماربل والعادية. راح أزرعهم بشكل منفصل عشان يبين الاختلاف داخل الأصيص. الآن راح أبدأ أغمرهم بالتربة. ولا تنسوا أنها جاية من مكان رطب، فحافظوا على رطوبتها عشان لا تموت عليكم. وبكذا صارت جاهزة.